دالتون. دالتون هو أول واحد يعتبر ادانا تصور عن الذرة. الحقيقة أن نظرية دالتون عن الذرة كانت مقسمة لكذا نقطة، في منها الصحيح وفي منها الغير صحيح، ولكن احنا مش هنناقش دلوقتي ايه الصح وايه الغلط، احنا هنناقش او هنذكر النقط اللي ادهالنا دالتون في النظرية بتاعته. اول حاجة قالها دالتون انه all matter is composed of extremely small particles called atoms، واتفقنا ان atoms او كلمة atom يعني جاية من atomos، دي كلمة Greek word كان معناها undivisible او غير قابلة للتجزئة. يعني دالتون قال ان كل المواد مكونة من وحدة بناء اللي هي اصغر جزء في المادة اللي هي الاتومز او الذرات. بعد كده قال انه كل عنصر كل ذراته بتكون identical in size، يعني متماثلة في الحجم والكتلة والخصائص، واللي اللي بيخلي عنصر يختلف عن العنصر التاني هو اختلاف الذرات دي في الحجم والكتلة والخصائص. كمان دالتون قال انه الذرات لا يمكن تجزئتها الى اجزاء اصغر، يعني ما ادناش تصور غير ان الاتوم هي كورة مصمتة ملهاش سب اتوميك بارتيكلز يعني. وكمان قال انها ما ينفعش تتعرض مثلا لحاجة انها تدمرها او تكسرها او تكونها. تمام. تالت نقطة او رابع نقطة في النظرية هي انه اختلاف العناصر او بمعنى ادق مختلف العناصر ممكن ذراتها تتحد مع بعض من خلال التفاعلات الكيميائية بأعداد متفاوتة، يعني ممكن مثلا ذرتين من الهيدروجين يتحدوا مع ذرة واحدة من الأكسجين وفي الآخر يطلعوا لنا عنصر مختلف أو مادة مختلفة بنسب مختلفة. وقال إنه في التفاعلات الكيميائية الذرات إما بتتحد أو بتبتعد عن بعضها او بيعاد ترتيبها في المركب. هو ده بس اللي احنا محتاجين نعرفه عن دالتون، لانه الحقيقة نظرية دالتون ما ادتناش تصور يعني له قيمة بالنسبة للذرة، غير ان هو اعترف انه الذرات هي وحدة بناء المواد يعني. فتعالوا بقى نروح للعالم تومسون اللي جه بعده، وده الحقيقة اللي اكتشف اول سب اتوميك بارتيكل اللي هو اللي اكتشف الالكترونات. تومسون اكتشف الالكترونات من خلال تجربة كان بيجريها على الاشعة. التجربة دي اسمها تجربة اشعة المهبط بالعربي او الكاثود رايز. تعالوا نفهمها بالظبط ايه اللي حصل فيها وازاي العالم ده قدر يكتشف ان في حاجة اسمها الكترونز وانها مشحونة بشحنة سالبة، وايه التصور اللي طلع بيه في الاخر عن الاتومز. ده شكل الجهاز بتاع اشعة المهبط. هو انبوبة زجاجية عادية جدا. انا هشرح بالعربي مع ان الكلام هنا مكتوب بالانجلش، وانت بقى تقدر يعني تربط ما بين كلامي وما بين الكلام اللي مكتوب، بحيث ان انت لو بتشفت دراسة من عربي لدراسة في الكلية مثلا بالانجلش تقدر ان انت تتابع والكلام بالنسبة لك يبقى مفهوم سواء بالعربي او بالانجلش. التجربة دي عبارة عن انبوبة زجاجية مسحوب منها الهواء. مسحوب منها الهواء ليه؟ علشان الهواء او اللي احنا خلينا نقول بقى مش الاير، خلينا نقول الجاز، يعني الغازات بتبقى موصل يعني موصل رديء للكهرباء. هو بيتكلم على اشعة وحاطط قطبين، قطب سالب اللي هو الكاثود وقطب موجب اللي هو الانود او احنا بيسموه المصعد، عشان كده الكاثود هو المهبط.
تمام. حاطط القطبين دول على طرف الأنبوبة، والأنبوبة مسحوب منها الهواء، فبالتالي هيكون فيه هنا تيار كهربي، فبالتالي سحب منها الهواء علشان هو عايز التيار ده يقدر ان هو يشوفه. الأنبوبة الزجاجية دي مش أنبوبة زجاجية عادية، هي مدهونة بمادة أو مبطنة بمادة فوسفورية. المواد الفسفورية دي، لو انت مش فاهم يعني ايه مادة فسفورية، مادة فسفورية دي معروف ان هي بتمتص طاقة من أشعاعات معينة، من ضمنها أشعة الكاثود، وبتبدأ ان هي لما يسقط عليها الأشعة دي تبدأ ان هي تشع ضوء أو تنور. تمام، دي المواد الفسفورية عامة زي الابريتيد الزنك. المهم انه الانبوبه دي مبطنه بهذه الماده علشان لما تقع عليها هذه الاشعه تبدا ان هي ايه تنور. جنب الكاثود فيه فتيل علشان يبدا يطلع من الكاثود ده الالكترونات. والحقيقه انه تومسون بدا ان هو يحط مجال مغناطيسي حوالين هذه الاشعه. في الصوره دي بتوضح التجربه بشكل احسن، انه ده الكاثود وده الانود، فالمفروض ان التيار هيمشي في المسار ده، او الاشعة هتمشي في المسار ده، وبعد كده هتمشي في خط مستقيم لحد ما تخبط في اخر الانبوبة اللي هي موجود فيها مادة فوسفورية او فلوريسنت سكرين، وبالتالي هتعمل زي ضوء هنا في المكان اللي هتخبط فيه. لما جه بقى ازود مجال مغناطيسي في المكان ده حواليه، لقى ان الشعاع اللي كان طالع مستقيم ده بدأ ينحرف للأسفل، وبعدين حب يتأكد كمان انه في انحراف متأثر، او ان الضوء ده او الاشعاع ده بيتأثر بالمجالات اللي حواليه، فشال المغناطيس وحط مجال كهربي، او بمعنى اصح لوحين مشحونين بالسالب والموجب تحتيه وفوقيه، فبدأ الشعاع كمان ينحرف لما حط اللوحين المشحونين دول ناحية الموجب، ناحية القطب الموجب، وبالتالي استنتج انه مادام اتأثر وكمان انحرف سواء بالمغناطيس او بالشحنات اللي هو حطها في الطريق، وكمان انحرف ناحية القطب السالب، عفوا الموجب، اذا هو جسم مشحون وكمان مشحون شحنة سالبة لانه انحرف ناحية الموجب. طيب خلينا بس فاكرين الرسمة دي. هو ما اكتفاش كمان بكده، تومسون كان ذكي جدا وشال الانود والكاثود ده، وبدأ يستبدل الفلزات اللي كان بيستخدمها فيهم او المعادن اللي كان بيستخدمها في الانود والكاثود، واكتشف انه نفس السلوك بيحصل باختلاف المعادن المستخدمة في القطبين دول، يعني غير الاقطاب دي لكذا مادة، وبرضو كان نفس الكلام بيحصل وبنفس الطريقة. وده خلاه يستنتج انه الالكترونات دي او الاجسام المشحونة دي بالشحنة السالبة دي موجودة في كل المواد مش في مادة معينة. هو الحقيقة كمان ما اكتفاش بكده، هو بدأ يحط زي حاجة زي ايه، زي اللي في الصورة دي كده، اهي زي الصليبة او المروحة، والضوء لما بدأ يخبط فيها بدأ يحركها كمان، فهي مش بس او عفوا مش الضوء، الاشعاع اللي طالع ده بدأ يحركها كمان، فاستنتج كمان من الحركة دي ان هي اجسام، لانها قدرت انها تلف الجسم ده وتحركه. فالحقيقة ان تومسون كان ذكي جدا واستخدم التجربة الواحدة دي في كذا اكتشاف مع بعض. يعني هو اكتشف انه في حاجة اسمها الكترونات، انها ليها خصائص جسيمات او اجسام، وبالتالي وكمان مشحونة شحنة سالبة،
ومش بس كده، هو قدر كمان ان هو يحدد نسبة بطريقة حسابية، نسبة الشحنة لكتلة الإلكترون. وإحنا كده فهمنا تجربة تومسون وفهمنا إزاي اكتشف الإلكترون، ولكن علشان لو حد حابب يعرف إزاي بالظبط تم حساب نسبة الشحنة للكتلة للإلكترونات، هي equations حسابية. تعالوا نشوفها مع بعض. بما ان الالكترون ده جسم مشحون وتعرض لمجال مغناطيسي، فبالتالي هيلف وهيلف في اتجاه معين اللي هي قاعدة اليد اليسرى. وكمان بما ان هو مستخدم مادة فسفورية في جدار الانبوبة دي، فبالتالي هيقدر يحدد الدايرة اللي لف فيها الالكترون وقطر الدايرة، وبالتالي قوة المجال المغناطيسي اللي هو طبعا عارفه لانه هو اللي حطه في التجربة، فبالتالي قياسه معروف. ولفة الالكترون دي هتساوي ساعتها قوة المجال المغناطيسي هتساوي قوة الطرد المركزية. بالمعادلات وبالتعويض هيطلع لنا المعادلة في الاخر E على M هتساوي E على B سكوير في الR، وتقريبا كلها كل الأرقام اللي على اليمين دي معروفة، فبالتالي هنقدر نحسب E على M اللي هي شحنة الإلكترون لكتلة الإلكترون.